بليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنه نسيت اقول لك على قصه دكتور فريد ده كمان عنده قصه مش طلع متجوز ومخلف وعنده بنوته زي القمر ومراته ست شيك وحلوه عمرك ما تفكري ان ممكن جوزها يكون بيعرف واحده عليها اصل عمي تعب شويه من فتره وكنت محتاسه قعدت افكر واقول لو كنت عارفه اراضيكي كنت بعت قلت لك تيجي تشوفيه مدير المستشفى في مصر عايزني ابتدي اول فبراير ولو كده لازم ننقل مصر اول السنه على ما نلاقي بيت ونفرشه رح احكي مع الطنط بكره تساعدونا نلاقي بيت حطه فينا نروح قبل اخر السنه هيك بنحضر راس السنه هونيك مش هينفع يا عايده عندي شغل هنا لازم اخلصه مش هقدر اسيبهم قبل ما الاقي بديل فكري بيه عبد الجواد زارني في المكتب وعايز يجي هو والعيله يشربوا معنا الشاي حضرتك قلت له ايه؟ مراته وحسن ابنه مسافرين وراجعين الاسبوع الجاي. اتفقنا اول ما يرجعوا نحدد ميعاد. كان في حاجات كتيرة قوي كان نفسي اعيشها. استنيت العمر كله بس ما حصلتش. كنت ابتديت اصدق انها مش موجودة. او على الاقل انها مش مكتوبة لي. يبقى حاول ترضى باللي اتكتب لك. ما تزعلش على ما حسيتوش. وانت عندك وقدامك اللي حاسس بيك. استنيك تحس بيه يا ريت كان ينفع ليه ما ينفعش؟ عشان يوم ما قلبك يحس مش هتقدري تمنعي ولا ألف واجب ولا ألف كلمة صح أو غلط هتمنعه من إنه يحس نبيلة أكلت؟ أيوة يا ست طيب قوليلي بقى عندك رقاق؟
عشان النهارده عايزه اعمل صينيه رقاق على الغدا. ايوه يا ستي، بس اصل عبده الطباخ كان هيعمل النهارده رز وملوخيه وفراخ. وماله؟ خليه يعمل ملوخيه والرز ويأجل الفراخ لبكره. شوف مين على الباب. دخلي الصينيه اللي في ايدك وتعالي خدي مني. خطوه عزيزه، ما كانش ليه اي لزوم التعب ده كله. اهلا وسهلا، انا نعمات. ده خيدة المطبخ ولي النبيله ان جالها ضيوف. مين الست دي؟ دي ست ماجده جارتنا. انا كنت لسه هبعت لك نبيها تقول لك ان الست ماجده جت. بونجور يا بلبلة. بونجور. اصلي عملت العزيز النهارده رز بلبن فقلت لازم اجيب لك منه عشان عارفه انك بتحبيه. ميرسي بوكو. تشربي ايه؟ لا تشرب ده ايه؟ دي هتتغدى معانا النهارده. انا النهارده هعمل صينيه رقاق، هتاكلوا صابعكم وراه. نبيها اعملي لنا شاي وبلغي عدو يعمل الاكل اللي انا قلت له عليه امبارح. انا مش عايزه لخبطه ولا حركه كتير في المطبخ. مش تقولي ان الست نبيله طالبه النهارده اكل مخصوص؟ ناكل النهارده على ذوقها وبكره انا هبقى اطبخ بنفسي. حاضر. اسيبكم بقى تقعدوا براحتكم. نورتي يا ست الكل. عيني عليكي يا نبيله، ليكي حق تتمقتي كده خالص. النبي يا طنط انا مش ناقصه. حضرتك مش عارفه انا حاسه بايه. بعد اللي شفته ده اكيد عارفه، بس عفارم عليكي. انتي مش لازم تديها فرصة تدي أوامر أبدا. هي في البيت ده ضيفة ولازم تبقى فاهمة إن ست البيت ده هو انتي مش هي. لو بابا ما قالهاش عكس كده. بابا يقول اللي هو عايزه وانتي برضو تعملي اللي انتي عايزاه. طب خلينا نكمل كلامنا في حتة تانية لحسن تكون بتتصنت علينا. نروح لصوفيا؟ لا ما ينفعش. قصدي يعني أصل أنا لازم أروح البيت أجهز أكل النهاردة عشان سارة ومامتها معزومين عندنا على العشاء. لو حابة ما تيجي معايا على البيت حتى ترتاحي من وشها شوية. صباح الخير. صباح النور. بابا بيكمل لبس ونازل ورايا. عايدة واخدكم على فين النهاردة؟ لسه مش عارفة، بس أنا مش هقدر ألف كتير، أنا ركبي بتنح عليا. عندي زميلي شاطر جدا، تعالي معايا النهاردة المستشفى وحليه بص عليهم. رايحة على الشغل اليوم؟ مش هينفع أخد أجازة أكتر من كده. أنا تقريباً ما روحتش الشغل من يوم ما بابا وماما جم، ولازم أخلص كل حاجة قبل ما أسافر. هانت يا سيدي، يومين كمان وتاخدوا إفراج مننا. خليكم لراسنا نحتفل سوا، ما لحقتوا تقعدوا معنا. قول لهم فريد. يا ريت، أنا قلت لهم بس هم مصرين يروحوا. إحنا جينا عشان نطمن عليكم، والحمد لله اطمنا. كلمي عن نفسك، أنا جيت عشان أشوف العكروتة الصغيرة. نهاركم سعيد. سعيدة. سعيدة. الدلع اللي شافته اليومين دول ما شافتوش في حياتها كلها. ممكن تجيبيها؟ حاضر، هغير لها وانزلها لحضرتك على طول. هتسيع حدنا، وفيك تجيبي مي من المطبخ. الدلع اللي مش عاجبك ده وهي هنا، امال بقى لما تيجي مصر؟ يا خوفي محدش هيبوظها غيركم. اذا خايفين عليها من الدلع يبقى لازم تخوها بسرعه. طول ما هي الحفيده الوحيده هتاخد الدلع كله. مش مستعجلين، نانتا بعدها صغيرة. بالعكس، ده أنسب وقت عشان لما يبقى فرق السن بينهم قريب يبقوا صحاب. مامتك عندها حق. تأمري حضرتك بحاجة تانية قبل ما أطلع؟ رخصة. ادخلي. هدوء، انا ما اعرفش انك رجعت من الشغل، كنت فاكراك نبيها. وجايبه لك العشاء في الاوضه؟ وهتفضلي مقطعانه ومش بتاكلي ولا تقعدي معانا لحد امتى؟
يعني انت شايف انه سهل عليا ان انا اقبل المفاجاه اللي فاجئتني بيها دي يا بابا؟ ولا كان سهل ان اسمع الكلام اللي سمعته منك يوميها؟ انت مشيت وما ادتنيش فرصه اني افسر لك. لان اللي اتقال كان مفسر نفسه يا نبيل. انا بحاول انساه، مش بس علشان ما اقدرش افضل ده كله متضايق منك، لكن كمان مش عايز اصدق انك ممكن تكوني بالقسوه دي. انا انت قسيتي عليا انا، ما بالك هي ممكن تعملي معاها ايه؟ انت خايف عليها مني؟ انا خايف عليكي من نفسك، خايف لغضبك يخليكي تظلمي اللي حواليكي، وانا ما احبش انك تكوني قاسيه او ظالمه. انا ما ربيتكيش على كده. استحملني بس لحد وقت الجواز وانا هريحك مني خالص. هتفضلي اغلى حاجه عندي بالجواز او من غيره، ومش هقبل انك تخرجي من بيتي وانت زعلانه مني ولا وانا زعلان منك، ولا هقبل انهم يجوا يزورونا واحنا مش قادرين نبتسم في وش بعض. انا اسفه يا بابا، ما كانش حقي اقول اللي قلته ابدا، بس هعمل ايه من غيظي وضيقتي؟ لكن اكيد عمري ما كنت هعمل كده، ما كنتش هتهون عليا ابدا والله. يعني اقول لنبيها انك هتنزلي تتعشي معنا النهارده؟ لو حضرتك عايز ده انا هعمله، بس انت كمان توعدني تعمل لي اللي انا عايزاه. لو بايدي عمري ما هتاخر، وانت عارفه لما فكري بيه عبد الجواد وعيلته يجوا عشان يزورونا ممكن نعمات دي ما تحضرش الزياره. الا قوليلي مين الست ماجده دي؟ دي جارتكم ساكنه في البيت اللي قصادكم، ما بتفوتش دبه النمل، اكيد عملت لك كشف هيك. انا قلت الزياره بتاعتها دي مش لله في لله ابدا. دي حتى الزياره جت متاخره، انا قلت اكيد هتنط لكم يوم الصباحيه وهيكون ضايقتك. لا تضايق مين، انا مر عليا ناس اشكال والوان ومر عليا مشاكل اشكال والوان، اتعلمت من ده وده ان الزعل سهل قوي يحصل، صعب قوي يمشي، فبقيتش ازعل غير على اللي يستاهل وبس. حمشي انا بقى. ليه؟ ما انت قاعده ما كملناش كلامنا. ميعاد رجوع سي صدقي. شكلك بتحبيه قوي. ربنا عوضني بحنيته عن كل حاجه وحشه شفتها في دنيتي. يا بخته بيكي، ربنا يسعد ايامكم، ما تشوفوش زعل ابدا لا من اللي يستاهل ولا من اللي ما يستاهلش. سكرت يني في بوفيه خشينا ناكل ومعانا البيه، في دقيقه لقينا البيه شطب سي بوفيه من بعد ما عكمل عكمه، ظبطوا في جيبه معلقه فضه قال ايه وصفوا له الحكمه، معلقه بعد ما يتغدى مش مكسوف والنبي من غشك، لك عين تيجي وتوريني وشك، اما انت جريء والله ومرازي حقيقي والله، اما انت جريء والله ومرازي حقيقي والله، اما انت جريء والله ومرازي حقيقي والله. ايه مالك فاتح بقك زي العيال اللي واقفين يتفرجوا على الساحر؟ اوهو دي اتحسنت خالص. ما هي اخيرا ابتدت تسمع الكلام اللي ياما حاولت اقوله لها. وهي النصايح جابت نتيجه، الصلاه هتتجنن عليها. ما تبالغش، انت عارف ان كل نمر البروجرام بالنسبه للي في الصاله تصبيره لغايه ما لولا تطلع المسرح. طبعا ده اكيد. ميرسي قوي. ايه ما جبتيش صاحبتك تتفرج عليكي ليه؟ صاحبتي عندها شغل ومش مقطوعالي. لقيت شغل في تياترو تاني؟ لا، اشتغلت مربيه لبنت دكتور فريد، وبعدين صاحبتي جت اول ليله وقالت لي رايها، وانا مستنياكي تيجي تقولي رايك من ليلتها. يعني كان رايي فارق لك قوي بعد كل الزيطه اللي حصلها لك دي؟ لو مش فارق لي ما كنتش جيت اخد رايك في الغنوه من قبل حتى ما غنيها. ما
ممكن اقول لك حاجه وتنسي بعد كده اني قلتها؟ اعتبريني نسيت. في يوم من الايام هيجي اللي ياخد مكاني، لان المكان اللي انا فيه قبل ما يكون بتاعي انا خدته من حد. مهما كبرت وعانيت انا عارفه ان ده اكيد هيحصل. المهم بدعي من قلبي ما تكونيش انتي الحد ده، لاني مهما كنت بحبك وانتي عارفه اني بحبك اكيد مش هحبك اكتر من نفسي. وانا قبل ما اسيب مكاني لحد هسيب له علامه توجعه تفكروا بيا على طول. يجعل يومك نادي ومعطر، يجعل يومك حلو وزي السكر. هيبقى حلو ادام بتصبح بيكي. انا قلت النبيعة وهي بتنظف ترش ميه بملح في الاركان عشان ربنا يعدي الليله دي على خير، وساعتها حرقع زغاريت تسمع من هنا لغايه شارع التلاتين. خلي زغاريت يوم الفرح ده، ساعتها الزغاريت مش هتبطل. انا كنت عايزه اخش ابخر نبيله بس خفت تضايق مني وما يعجبهاش. لا بلاش، عشان عندها حساسيه من الريح مش هتستحمل. كفايه انك بخرت البيت كله. خمسه وخميسه في عين اللي يشوفك ولا يصليش على النبي. عشان لو عايزه تشتري حاجه للبيت او ليكي قبل ميعاد النهارده. انا عندي لبس يكفيني من دلوقتي لغايه الشتاء اللي بعد اللي جاي. ومال؟ اشتري تاني لو في حاجه حباها. انت متاكد انك عايزني احضر معاكوا القعده دي؟ انا قصدي يعني ان هم اول مره يجوا فهيبقوا عايزين يقعدوا معاك لوحدهم. هم جايين يتعرفوا على اهل البيت، يعني لازم نكون كلنا موجودين. وبعدين ما ينفعش اقعد معاهم من غير الست بتاعتي. ربنا يخليك لي يا راجل يا ظهري، ويكبر بخاطرك وينصرك ويكرمك ويقويك على مين يعاديك. صح النوم. معلش حضرتك، اصلي روحت امبارح متاخر واول ما شيعتلي جيت على طول. انا كان ممكن انتظر لغايه بكره واقول لك الخبر ده، لان بالليل مش هكون موجود هنا. بس أنا عارف إنك هتبقي عايزة تعرفي الخبر ده النهارده قبل بكره. خير؟ شوقتني. أنا غيرت في بروجرام راس السنة. نمرتك هتبقى النمرة اللي قبل لولا على طول. إيه؟ أنا فاهم إن أنتِ حطيني من الفرح. ولا أنتِ كنتِ طمعانة في مكان تاني أحسن؟ لا لا، أنا مش طمعانة في مكان حد. أنا مبسوطة ومزقططة بالمكان اللي حضرتك بتقولي عليه ده. طولي رقبتي بقى يومي؟ في العلالي. هتشوف. كنت سيبيني أشتري البرنيطة. ما ينفعش يا أبلة، دي بتتلبس وأنتِ خارجة مش وأنتِ بتضيفي ناس في البيت. بس كانت عاجباني. طب خلاص نرجع نجيبها وبيلبسيها مرة وأنتِ خارجة مع صدقي بيه. بالك أنتِ، أنا لو في يوم خرجت معاه هو أو حد من معارفه أنا هبقى في نص هدومي. مش عارفه اتكلم ولا اعرف اتعامل معاهم. الناس دول طريقتهم وكلامهم انا ما فهمهوش. اللي ما تعرفوش بكره هتتعلمي وتتعودي عليه. بتقوليها كانها سهله كده. حتى الصعب بيسهل مع الوقت يا ابله. تعالي اعزمك على حاجه تشربيها. لا خليها مره تانيه عشان انا متاخره. متاخره على ايه؟ هو انت يا بنتي النهارده مش اجازه؟ مش قلتي الست وحماتها هيخرجوا العيله الصغيره؟ ايوه، بس اصل عندي مشوار مهم قوي ما ينفعش اكله. طب ماشي، يلا سعيده. سعيده استني. امسكي. ايه ده يا ابو النبي؟ ايه بالهديه؟ من ساعه ما اخترته لي واحنا في سيمون ارز وانا قلت ان هو لايق عليك انت اكتر مني. بس يا ابلة، بس ما تبسيش. هو بتاعك ولايق عليك. يلا عشان تلحقي ميعادك.
كويس اني لقيتك. انا كنت جاي ومش عارفه انا هلحقك ولا لا. وانا بقالي يومين باجي هنا على الساعه 2 بقول هتيجي النهارده بس ما بتجيش. هو بصراحه انا مش المفروض اجي، لكن في حاجات كتير قوي انا محتاجه اتكلم معاك فيها ومش هينفع نتكلم في البيت. ماما وبابا خلاص سافروا. اللي منعني اتكلم مع حضرتك مش وجودهم، ولو ان وجودهم فوقني على حاجات كتير قوي. كريمه انا عايزك تفهمي ان موت يوسف كسرهم، كسرنا كلنا، بس هم اكتر ناس اتوجعوا. متهيألي محدش هيفهم احساسهم الا لو كان اب وام زيهم. كريمة أنا شرحت لك أسباب جواز مظروف. مفهوم. واللي أنت عملته هو الصح. أنا عملت إيه؟ عشان أنا مش قدامهم طول الوقت. على الأقل لما يشوفونا عايزهم يحسوا إن إحنا مبسوطين وكويسين. مش عايزهم يبقوا قلقانين وخايفين وإحنا بعاد عنهم. يمكن لازم تحاول تعمل ده. مش بس قدامهم. يعني إيه؟ يعني جوازك من مدام عايده يمكن كان هو الواجب، بس الصح انك تحاول تخلي الجوازه دي حقيقيه. هي نفسها في كده، وهي ست حلوه وذوق وما فيهاش عيب يخليك ما تقربش منها. انا مش مبسوط ان احنا مش سعاده سوا، ولو انه عايده بيكفيها الصوره اللي قدام الناس. العيلة السعيدة والشكل الاجتماعي اللي بنحافظ عليه، كل المجهود اللي بذلناه ما خلاناش نقدر نقرب من بعض. كريمة أنا وعايدة أمورنا متلخبطة قبل ما أعرفك أو أقرب منك. والقرب ده مش صح. خليني أفضل بعيد، يمكن الأمور ما بينكم تتحسن. والله أنا كنت قابلته من فترة وعرفت إنه ساب الحزب. أنا سمعت الكلام ده، لكننا مش أصدقاء قريبين، فما عنديش خلفية عن الموضوع. أيوه استعجلي مدام نعمات يا نبيه. حاضر. دي أخت حضرتك؟ لا دي مراتي. إحنا تممنا الجوازة من قريب. ألف مبروك يا عم. مبروك يا صديقي. الله يبارك فيكم. برضو الواحد فينا صعب يعيش لوحده، لازم يبقى له ونيس، ودي إن شاء الله تكون بشارة خير للموضوع اللي جايين نكلم حضرتك فيه. يا أهلا يا أهلا، البيت نور. أهلا 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 أهلا، ده احنا زرنا النبي. أهلا يا أهلا. أهلا يا أهلا بيك. أهلا 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 يا ست الكل، ده احنا زرنا النبي. اهلا وسهلا اهلا يا دي النور يا دي النور، ده البيت نور. اهلا بعروستنا. ذلك الالم الذي اخفته في قلبها واستطاع هو أن يراه، ربما لأنه يخفي بداخله ألماً مشابهاً. كنت فاكر أنك نمتي. كنت عم نايم نانزا لأنه كريمة مشيت بكير. بابا لسه قافل معايا، وصلوا بالسلامة. الحمد لله على سلامتهم. بعرف إنه قدمنا تغيير كبير بنقلتنا على القاهرة. كرمال هيك ما بدي إياك تحس بضغط من ورا كلام أمك.
مش ضغط ولا حاجة، بس زي ما قلتي نادية لسه صغيرة ومحتاجة كل تركيزنا معاها. بعرف، بس بعرف كمان إنه إذا جبنا بيبي رح يقربنا من بعض. بس مثل ما نادية بحاجة لتركيزنا معه، نحن كمان بحاجة لتركيزنا مع بعض. عايدة، هو أنت مبسوطة معايا؟ يعني قصدي حاسة إن أنا قادرة أساعدك؟ أنا مش حكيتك بهالقصة من قبل، بس أنا كل شي بحياتي قبل ما كان ضابط، من وقتها ما بيي مريض أنا وصغيرة، وبعدين لما أمي تجوزت بس بيي مات، صار لازم أتعود على بيت جديد وعيلة جديدة. من وقتها وأنا بحلم ببيتي أنا وعائلتي أنا وحياة يكون كل شي فيها مثل ما أنا بتمنى وبحلم فيه. بكرة بس ننقل على القاهرة واختار بيتنا بكل تفصيلة رح نبلش حياة جديدة. هون بحس إنه هيدا بيتك وهيدا حياتك وأنا دخلت عليها، بس هونيك رح نبلش كل شي سوا. كل اللي بتقوليه ده معناها إنك سعيدة، وده شيء يبسطني، بس متهيالي مهم كمان إن إحنا نبقى قادرين نسعد بعض. إذا ما كانت مبسوطة بكل هالشي بكون كتير طماعة. تخضيت لما لقيتك بعت نبيها لعندي وبتقلي اجي ضروري. فيك توقفي بكي وتقولي لي شو اللي صار؟ لك الاوحش يوم بحياتي. بيك واهله ما اتفقوا؟ ما بتكلموش علشان يتفقوا. شو يعني؟ يعني كل حاجه كانت ماشيه عالي لحد ما الزفته دي فتحت بقها وكل حاجه باظت. اول ما بابا كان هيتكلم في الموضوع مامته قفلت في الكلام وقالت لازم نروح ومشيوا. لو قال ايه بعد ما مشيوا؟ هي كانت مستغربه ان احنا ما قريناش الفاتحه. باين عليا امسك الفازه واكسرها على راسها. اللي منعني ان هي كلها على بعضها لو اتباعت مش هتجيب نص تمن الفازه دي. معلش معلش، رح تلاقيهم تفاجئوا فيها. ما زال انت كنت عارفه انه بيك رح يتجوز وتفاجئتي، فكيف هن؟ اديكي قلتي. اذا كنت انا ومش مستحملاها وانا مضطره لانه بابايا، هما اللي يجبرهم على النسب ده؟ مشكلة ان اي حد تاني عليه القيمة هيحسبها 100 مرة قبل ما يفكر يناسبنا بعد العملة اللي عملها بابا دي. حسن كان مبسوط كتير فيك يوم خطوبة عزيز. انا متأكدة انه رح يقنع امه، ما تخافي. تفتكري هما قبل ما يمشوا بابا عزمهم على حفلة رأس السنة عندنا؟ انا اكيد رح يجوا. العرض المادي مش كويس؟ لا لا بالعكس، هم مقدريني ماديا ومعنويا كويس جدا. امال ايه اللي خلاك تغير رايك؟ ده انا كنت فاكر انك طلبت تقعد معايا لان اخر يوم في السنه عشان تسلمني الحالات اللي معاك. هو حضرتك اتضايقت عشان انا قررت اكمل هنا؟ مش القصد، وانت عارف كده كويس يا دكتور. انا بس خايف لا يفتكروا ان انا اللي قصرت عليه. اذا كان حضرتك اللي رشحتني ليهم. عموما انا بلغتهم ان قررت افضل هنا بورسعيد. هو انا بس حاسس اني محتاج افضل هنا الفتره اللي جايه. مش هرتاح لو بعت. بعت؟ ده انت كنت راجع بيتك. يظهر اني اتعلقت بالبلد هنا، بقيت حاسس ان هو ده بيتي مش هناك. ايوه عايزه مده تانية لو سمحت. ايوه يا علي، كنت بقول لك ان انا عايزاك تلاقي لي شغل في مصر لحد ما موضوع الورق ده يخلص. لا ما حصلش حاجه، بس انا من ساعه ما الراجل ده اتقبض عليه وانا بقيت خايفه كل ما امشي في الشارع. أنا عايزة أبعد عن البلد دي يا علي، ومش عايزة أرجع هنا تاني غير على السفر. ادخل. في واحدة بتقول إن هي قريبتك. خليها تدخل. حاضر، اتفضلي. إيه المفاجأة الحلوة دي؟ أخيراً عملتيها وجيتي تزوريني؟ اوعى تكوني اتفشتي أنت كمان. ولا
في حاجة حصلت وجاية تبلغين. أبوك تعبان قوي يا جليلة، وأنا ما كنتش عارفة أجي أبلغك ولا أستنى، يمكن حالته تتحسن زي النوبة اللي فاتت، بس حالته ما تطمنش، وأنا مش عارفة الصراحة يعني هيقوم منها ولا لأ. هو فين وصل يا جليلة؟ مدير المستشفى قال لفريد انه عايزينه هون، وفريد طلب من المستشفى بمصر اذا بيأجلوا وما وافقوا، فما مش الحال، ما رح نروح على مصر. انا مبسوطه انكم مش هتسافروا، مش بس عشان كنت هتوحشيني، بس عشان ما ينفعش تسيبيني مع المصيبه دي لوحدي. بيع الفستان غالي كتير، بتلاقيه ذوق بابا، هي ذوقها بلدي قوي. طنط مجدة وعزيز مش جايين؟ اعتذروا، قالوا معزومين عند اهل ساره. لو اني حاسه ان طنط سممت ان هما ما يجوش لما عرفت ان صوفيا معزومه. طب ليش بعد ما اجت لهلا؟ اسالي صاحبتها اللي عزمتها. ما تفكرينيش بقى، لان انا مش طايقه صوفيا بسبب الموضوع ده، لكنها قصده تفرسني. ايه ده؟ مارون جلاسيه. وريني كده. بصي طعمه حلو قوي. ليه مش عارفه الفرق ما بين المرام ولا سيب الحرام كرش؟ حرنكش. شو حرنكش؟ ما تضحكونا معاكم يا بنات، بعد اذنكم يا بهوات. اتفضل. سامعاكم بتضحكوا يعني. لطيفه وعيشه ريه مش كده؟ انا بس نفسي نبيله تدي نفسها فرصه وتقرب لها. ما تستعجلش، سيب الحاجات دي تاخد وقتها. مش كفايه استعجلت في موضوع الجواز؟ انا كنت مستني وبفكر بالعقل، ولما سكت ومشيت ورا قلبي لقيت نفسي عندها في البيت وفي ايدي المأذون. بعد اذنك، صوفيا جت. دي شو عم بتفكر؟ بفكر في سجاير يا ستة في البيت. كل سنة وانت طيبة. كنت حزعل قوي لو ما جيتيش. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. بونا نيه؟ بونا نيه. ليه تأخرتي؟ أبدا، خلصت شغل وجيت على طول. الشغل في أيام الأعياد دي صعب قوي، إحنا في اللوكان ده كان بيطلع عننا في الأيام اللي زي دي. أنا كنت بقول لنعمات إنه كل سنة بنحتفل على الضيق كده مع شوية أصحاب بنحبهم، والحمد لله السنة دي زايدين، متهيألي مش ناقصنا حد. عزيز وطنط مجدة، بس خلاص لازم نتعود إنهم في المناسبات دي هيبقوا عند سارة مش عندنا. نبيها. من فضلك. أهلا. مساء الخير. منور. ده نورك يا صديقي بيه، كل سنة وانت طيب. وانت بالصحة والسلامة. دكتور حسن ابن فكري بيه عبد الجواد. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. فين مامتك وباباك بقى؟ الحقيقة أصلهم مالهمش في السهر وبيناموا بدري، بس بعتن لكم السلام. ازيك يا نبيلة؟ ازيك؟ أنا فكرتك مش جاي. أفوت أول حفلة راس سنة لينا وإحنا مع بعض؟ مش ممكن. كان يوما عاديا،
الجو يميل للبرودة دون أمطار أو غيوم. لم يكن يوم عمل مزدحم، لم ينتهي اليوم بشجار في العمل أو في البيت. حتى مشاعره في ذلك اليوم كانت عادية. لم يكن سعيداً مرحاً على غير عادته، ولم يكن تعيساً كعادته. كان كل شيئاً عادياً إلى أن رآها. وكان كل شيئاً فيها غير عادياً. تلك الرعشة في صوتها رغم محاولتها أن تبدو صلبة غير عابئة بما حولها، تلك الدمعة المتحجرة في عيناها والتي لم تنزل، ولكنها تركت غلالة من الحزن تغلفهما ذلك الألم الذي أخفته في قلبها واستطاع هو أن يرى، ربما لأنه يخفي بداخله ألماً مشابهاً، وربما لأن فضوله قد سبقه إليها محاولاً أن يعرف ما تخفي، أو ربما لأنها أشعلت النيران في غابة قلبه التي ظن أنها قد شاخت وتيبست. كان يبحث عن سبب ثم أيقن أن الحب حين يأتي يأتي دون إشعار مسبق، ولا يخطرك بسبب أو دافع. أيقن أن أبواب قلبه الموصدة كحصن منيع تنهار أمام كلمة أو نظرة أو ابتسامة رضا من شخص قد لا يعرف عنه غير اسمه. أنا أسفة، ما كانش صح أبدا. عشان تصدقي إن الصح بيبقى قدامنا، بس ساعات ما بنعرفش نعمله. الصح إن نكون هناك معاهم بحتفل بالسنة الجديدة، بس الحقيقة واللي أنا عايزه هو إن نكون هنا واقف قدامك ومعاكي بقولك اني بحبك. بعمل كده
انت الوجع اللي انا مستحلياه، انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك. انا مدمنه أعراض الانسحاب.